قبل ما اروح لاسلام عشان عندي اسئله مهمه جدا ليك اسلام، خلينا ناخد كنا برضو الاسماعيلي كان بيلعب النهارده وقدر اللي هو يتعادل خارج ملعبه، تعادل 0-0 النهارده خارج ملعبه. خلينا معانا مدرب الفريق كابتن حمد ابراهيم، برحب بيك في صدى الرياضه كابتن. ربنا يخليك كابتن شاري، وبرحب كابتن محمد عماره. اهلا كابتن محمد. الله يخليك، بقول لك كل سنه طيبين، ربنا يكرمك. انت طيب، يعني خليني اسالك، شفت المباراه ازاي النهارده والنتيجه شايفها من وجهه نظر حضرتك ايجابيه ولا سلبيه؟ والله النتيجه الحمد لله النهارده، يعني في الظروف اللي احنا بنمر بيها، لان احنا عندنا نقص عدد شويه في الفريق، كان عندنا ظروف ان حسني عبد ربه اتصاب في اخر وقت، وعمرو السوليه ومحمود عبد العزيز، كان عندنا عبد الحميد ثاني ظروف التجنيد ما قدرش يسافر، وكان عندنا عمر الوحش ومحمد علاء لولا ومحمد مجدي في منتخب الناشئين، فكان عندنا نقص شويه كده، لكن الحمد لله رب العالمين المجموعه اللي راحت هناك الحمد لله ادت ماتش كويس في ظل رطوبه عاليه جدا، فاحنا الامور ماشيه الحمد لله يعني بالشكل اللي احنا عايزينه، ان شاء الله باذن الله هيجي لنا في ماتش العوده هنا، وان شاء الله يكون النتيجه ايجابيه لينا باذن الله. يعني كابتن اطمن على نادي الاسماعيلي ان شاء الله في مباراه العوده؟ والله ان شاء الله يا كابتن شادي باذن الله اللي هتبقى النتيجه هتبقى كويسه والظروف هتبقى احسن، يكون معانا ان شاء الله محمود عبد العزيز رجع، يكون عمرو السوليه معانا ان شاء الله باذن الله، وحسني يكون رجع بالسلامه، عبد الحميد هيبقى موجود برضه لما تبقى الفرقه مكتمله برضه، انت عارف يبقى الشكل احسن والشكل يعني كابتن ده يخليني اسال حضرتك، يعني حسني عبد ربه وعمرو السوليه اكيد لعيبه مهمه جدا، لو كانوا موجودين النهارده مع نادي الاسماعيلي كان قدر الاسماعيلي يفوز؟ والله طبعا بالتاكيد طبعا هم كنا هيبقى الشكل طبعا احسن شويه، لكن انا بقول لك احنا الحمد لله رحنا وعملنا فرص وضغطنا على الفرقه من الاول، لكن الحمد لله رب العالمين يعني جالنا فرصتين كنا ممكن نبقى الامور ماشيه معانا طبيعيه، ان احنا نجيب زيكا يجيب جونين وكانوا فرصتين سهلين جدا، لكن الامور الحمد لله رب العالمين، بقول لك في ظل الرطوبه عاليه جدا والارض كانت المطره كانت شديده النهارده الصبح طبعا، فالحمد لله رب العالمين احنا بنحمد ربنا طبعا، ان شاء الله باذن الله يكون ماتش العوده في صالحنا باذن الله، ويكون الناس لما ترجع باذن الله والفرقه بيبقى الشكل كامل، انت عارف بتبقى عندك الحلول كتيره كابتن شادي وانت عارف، فالامور تبقى باذن الله في صالحنا ان شاء الله في ماتش العوده باذن الله. يعني كابتن حمد، يعني جمهور الاسماعيلي قال اللي هو عايز يحضر مباراه العوده ويقتحم المباراه، حضرتك تقول لجمهور الاسماعيلي ايه؟ والله انا بقول لك هو جمهور الاسماعيلي انت عارف الناس المحبه جدا للكوره، لكن لو احنا نتمنى طبعا من ربنا ان هم يكونوا معانا في الملعب، لكن لو الامور مش ما تسمحش ان هم يبقوا معانا في الملعب وظروف البلد اللي بنمر بيها، احنا طبعا كلنا واقفين ان احنا ان شاء الله باذن الله عايزين الامور تستقر، مش عايزين الامور تزداد تعاقد في الامور بتاعتنا الامنيه، لو ما فيش نصيب احنا بنقول لجمهور الاسماعيليه ما تقلقوش الماتش ده ان شاء الله باذن الله باذن الله يكون الامور في صالحنا ونعمل نتيجه كويسه، وانتوا ورانا حتى لو انتوا مش معانا يكفي ان احنا بنحس بيكم، وانتوا كلكم وانتوا عارف هم حسهم معانا كابتن شادي برضه بيخلي الامور مع اللعيبه ليها حاجه خاصه كده في الملعب، لكن لو هم مش معانا جمهور محترم يا كابتن حمد، جمهور الاسماعيلي جمهور محترم جدا، انت عارف انت جربت جمهور الاسماعيلي يا كابتن شادي هم بيحبوا ازاي فريقهم بيحبوا النادي بتاعهم ازاي، لكن لو هم مش موجودين احنا بنقول لهم عشان خاطر بلدنا وعشان خاطر الامور تستقر ويبدا النشاط بتاعنا يستمر ان شاء الله، احنا بنقول لهم يعني ما تقلقوش ومش يعني وخلينا خلوا كل واحد يشوف في الظروف، يعني الامن شايف ان الامور مش ما تنفعش وما تسمحش ان انتوا تحضروا، احنا بنقول لهم يعني ما فيش مشكله ان شاء الله. كابتن حمد انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للنادي الاسماعيلي. استاذ اسلام، يعني خليني اروح لك، اكيد قال لك او شايف جمهور الاسماعيلي قال لك هقتحم المباراه وهدخل، عايز يعني هل الانديه المشجعين كلها بتتعدي من بعض ولا ايه؟ بص كابتن شادي، يمكن مساله